اهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن موعد صرف المساعدات النقديه تكافل وكرامه للمستفيدين عن شهر ديسمبر، وهنعرف التفاصيل. بس قبل ما نبدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان توصلوا كل الاخبار الجديده. تستعد وزاره التضامن الاجتماعي لصرف المساعدات النقديه ضمن برنامج تكافل وكرامه للأسر المستفيدة عن شهر ديسمبر الجاري، وذلك اعتبارا من غد الخميس، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وقامت وزارة التضامن بتسليم الأسر كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج تكافل وكرامة إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة. كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها قد وجهت باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي ببطاقات ميزة البنكية في إطار جهود الوزارة للتوسع في الشمول المالي لجميع فئات المستفيدة من خدماتها، وذلك يشمل أسر تكافل وكرامة ومستفيدي المعاشات والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر والرائدات الريفيات، وجاري استخراجها أيضا لأبناء مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم في مرحلة الرعاية اللاحقة. كده يبقى احنا عرفنا مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر، وعرفنا ايضا تفاصيل اخرى. اتمنى يكون الفيديو مفيد ليكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان كل الاخبار الجديدة توصل لكم بشكل حصري، ومع السلامة.